كده، لكن لما بتشتغل مع اجنبي بيسهل لك حاجات كتيره جدا. طب تسمح لي ارحب بكابتن طارق يحيى. كابتن طارق اهلا بيك. كابتن طارق، كابتن طارق يحيى المدير الفني لبتروجيت. انا عايز اقول لك هارد لك. عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا ميدو تمام. السلام عليكم يا كابتن ماهر حبيبي. ده كابتن طارق، انا مش عايزك تزعل، انا مش عايزك تزعل. هو ماتش يعني ماتش يزعل ان انا كنت متقدم بهدفين وخسرت، لكن انت عامل طفره في الدوري برضو مع بتروجيت يا كابتن طارق، ونتائجك هي اللي بتقول. لكن برضو الاسيوطي انت بتلاعب برضو فرقه يعني كلها طموحات، معاهم علي ماهر برضو طموح. يعني يا كابتن مش عايزك تزعل، وعايزك تقول لي ايه اللي حصل في ال 15 دقيقه اللي في اخر مباراه. لا هو طبعا ما فيش شك. بص اقول لك على حاجه، انا مش يعني انا الحمد لله الماتش النهارده يعني احنا وصلنا للتوب فورم، يعني احنا فيه، احنا عملنا جيم النهارده عالي جدا جدا. سيبك الخساره لا تعني ان الاداء بتاعنا كان افضل واحسن 75 دقيقه من الاساطير بمراحل. هو علي ماهر لسه قافل معايا وقال نفس الكلام يا كابتن طارق. ويمكن احنا فاجئنا الاسيوطي بالضغط العالي. بالظبط، فاهم، ضغطنا عالي عليهم من قدام. بالظبط، كانت النتيجه ان احنا يعني حصل لهم ركه كده، والولاد ما كانوش متوقعين ولا الجهاز كان متوقع ان احنا نعمل الكلام ده. بالظبط. لكن طبعا في عوامل يا ميدو اثرت. اولا الحكم، انت وانت كسبان 2-0 في ضربه جزاء يا جماعه، معلش يعني مع احترامي للكابتن الحكم، لا لا صعبين يعني. ضربه جزاء يعني تتحسب وتبقى 3-0 والماتش انتهى. يعني طبعا ناهيك عن كميه انذارات للاعيبتي، انا لعيبتي، ما هو الخوف اللي بيجي ده يا ميدو، كميه انذارات، 7 انذارات النهارده في المباراه، انذارات واحد للاسيوطي، انذارات غير مستحقه كابتن طارق من وجهه نظرك. والله ابدا، والله بقول لك حاجه، ال 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 الراجل الفيرول بتاع الاسيوطي طالع ضارب الراجل بتاعي، فاهمني؟ ادى انذار الراجل بتاعي هو على الارض. يعني انت فاهم قصدي؟ لا يعني هو طبعا سنه صغير جدا، 27 سنه حكم. كابتن عصام ماشي بتجرب وكل حاجه ومفيش مشكله. كابتن عصام يعني راجل حبيبنا وراجل وانا ساعده يعني. انا من ضمن المنظومه بتاع اساعد الكابتن عصام. كلام محترم ومجد. كلام محترم. ولكن انا لما ساعد الكابتن عصام يا ميدو اسبوعين ورا بعض، انا الماتش اللي فات كان ابن الكابتن احمد الشناوي 27 28 سنه، راجل اول مره يمرن، اول مره يحكم. والنهارده يبعت لي حكم برضه صغير في السن 26 سنه. النهارده بقول لك سنه 26 سنه. انا مع الشباب مفيش مشكله، لكن يا جماعه دي اقدار. افرض ان انا النهارده بنافس على الهبوط مثلا، لكن الموضوع هيبقى مختلف. مختلف. فانا يعني ما يبقاش اسبوعين ورا بعض انا الوحيد اللي يتجرب فيا، ماشي اوكي مفيش مشكله، لكن يبقى اسبوع واسبوع يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا عندنا طبعا بعض المشاكل الفنيه في الاخر. الاصابات الثلاثه الاضطراريه لمحمد سالم وعلاء عبد وعلاء علي وعصام صبحي الباك اليمين طبعا اثروا بشكل كبير جدا على اداء الفرقه، لان انت مسيطر مستحوذ، جايب جونين وبتحاسب لك ضربه جزاء، انت افضل بكتير. لكن مفيش شك طبعا ليا واقفه مع اللعيبه، لان ما ينفعش تبقى انت كسبان 2-0 فاضل حوالي 14 دقيقه تخسر 3-2. انا اتفق معاك. ده لو يعني مثلا انت بتلعب مع البرازيل مش بيحصل فيك كده، وانت بتروجيت وانا بتروجيت. فطبعا ليا واقفه مع اللعيبه. التغييرات اللي نزلت طبعا ليا واقفه معاها كبيره جدا، لانها ما اضافتش اي شيء، بالعكس يعني خسرتنا كيم. دي بقى بيني وبينهم، لكن في نفس الوقت بقول الحمد لله يعني احنا 17 بونت مستلم الفرقه 17 بونت. بالظبط يا كابتن، انا عارف واحنا بنقول دايما النهارده 38 وكان ممكن سهل جدا تبقى 39 وكان ممكن تبقى 41، سهل جدا. بالظبط بالظبط. لا ده تطور طبعا، الناس عارفه كويس قوي عندنا ان احنا بنعد فرقه للموسم الجديد ان شاء الله باذن الله، وربنا يسهل ان شاء الله باذن الله. يعني احنا شغالين بالمجموعه اللي موجوده لغايه اخر مباراه، وربنا ييسر ان شاء الله. ان شاء الله كابتن، كل التوفيق ليك في اللي جاي. يعني ممكن تدعم الفرقه بكام لعيبه كابتن طارق، او محتاج كام لعيبه؟ من 6 لـ7 لعيبه. من 6 لـ7 لعيبه. يعني انا قايل من 6 لـ7 لعيبه في مراكز مختلفه يعني.
يعني كل التوفيق ليكم، ما تزعلش. ادي الكوره وعلي ماهر اتكلم اتكلم، مش عايز اقول لك اتكلم عليك ازاي يا كابتن طارق، وقال ان انتوا كنتوا عاملين جيم عليه، وقال ان الكابتن طارق عمل ضغط عليا فعلا وفاجئنا، وقال بصراحه فيك يعني كل كلام، يعني كل كلام الحلو اللي ممكن يتقال بصراحه. علي ماهر قال كده واثنى على اداء بتروجيت، لكن هارد لك في الاخر، ويعني انت عارف الكوره كابتن طارق، يعني كل التوفيق ليك فيما هو قادم. كابتن طارق يحيى المدير الفني لبتروجيت، شكرا جدا ليك. زعلان كابتن طارق، زعلان.